قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشبهون بخلق الله، يخلق خلقا يدعي أنه يشبه خلق الله سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. ولكن القصد أن هؤلاء من أشد الناس عذابا عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي هؤلاء وأمثالهم من الكفرة المجرمين لهم أشد العذاب عند الله تبارك وتعالى. نعم.